السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة المعلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إذن من خلال هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سوف نطلع على البلاغ الصحفي لوزارة الصحة بالمملكة المغربية يوم الاثنين 26 يوليو 2021، حيث أنه من خلال هذا البلاغ فوزارة الصحة تعلن توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كوفيد 19 لتشمل الفئة العمرية 25 سنة فما فوق، وتدعو المواطنات والمواطنين إلى التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم بدون شرط عنوان وبلد السكن، وهو الجديد في هذا البلاغ الصحفي. في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تنهي وزارة الصحة إلى علم كافة المواطنات والمواطنين أنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئة العمرية 25 سنة فما فوق، ومن أجل تسريع عملية التلقيح الوطنية ضد مرض كوفيد 19 وتسهيل استفادة الفئات المستهدفة من عملية التلقيح، تنهي وزارة الصحة إلى علم المواطنات والمواطنين أنه بإمكانهم التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعتهم سواء الأولى أو الثانية بدون شرط عنوان وبلد السكن. وتذكر الوزارة أن مراكز التلقيح وتذكر الوزارة أن مراكز التلقيح ستظل مفتوحة إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع، وذلك تسهيلا لبعض الموظفين والمستخدمين وغيرهم ممن لا تسمح ظروفهم العملية الحضور إلى مراكز التلقيح وقت الشغل. إن وزارة الصحة تدعو جميع الفئات المستهدفة مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير بهدف المساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس ببلادنا وتحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية. إذن فالجديد هنا هو توسيع قاعدة المستفيدين، بمعنى كل من بلغ من السن 25 سنة فما فوق فله الحق في التلقيح. لإشارة فعملية التلقيح ولله الحمد بالمغرب تقريبا جاوزت 10 ملايين ملقح، يعني الذين أخذوا الجرعة الأولى والثانية. إذن فنسبة كبيرة من المغاربة تلقت الجرعات ولله الحمد، لذلك فتم توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل هذه الفئة السنية كذلك. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذا المرض الخبيث وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.